ساعة قليلة تفصلنا عن استكمال مرحلة استقبال ملفات الترشح لمحليات 27 نوفمبر المقبل وفرزها من طرف المصالح المختصة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. فبعد طي المرحلة الأولى من طرف المترشحين والتي تميزت بتفوق الأحزاب السياسية على القوائم الحرة حسب نتائجها الأولية، معادلة عكسية تطرحها المؤشرات الأولية لانتخابات المجالس البلدية والولائية مقارنة بتشريعيات جوان الفارط. مستوى البلديات لدينا 76 قائمة قامت بسحب الملفات، منها 59 قائمة حرة و17 قائمة حزبية. بالنسبة لسحب الملفات على والاستمارات على مستوى المجالس الشعبية، المجلس الشعبي الولائي لدينا 17 قائمة. الحمد لله تم دفع إلى حد الآن تقريبا 5 ملفات، منها بلدية وولائية، تم ما هو قبوله وما هو قيد الدراسة في تناسق تام بين السلطة واللجان القضائية. الحمد لله كل الظروف ميسرة ومهيئة. آجال الترشح المحددة بتاريخ 7 أكتوبر قد تحدد صورة أولية عن المجالس المنتخبة القادمة، على أن يكون لمرحلة إيداع الطعون المتواصلة ابتداء من 9 إلى غاية نهاية أكتوبر. كلمة أخرى،